ذاك عم حنفي. نعم. الله، مش عم حنفي المخبر برضو؟ أنا لا اسمي حنفي ولا أنا مخبر، أنا شحات أداري وعلى باب الله، ده أنا حتى ما أكلتش بقالي 3 أيام وأنت عارف يعني كده بقى يعني. كده بقى يعني، حنفي بالروس عطية، ساكن في 17 شارع المراحيض الدور التاسع، ومخبر في اسمه بلاد دكرور، رقم البطاقة 0-100-2-0-1. يا نهار أسود ولا المخبر هو اللي بلغ علينا. مخبرين خلطوها حتى على الجبهة. فرندا لنحن وصلين والأكل في الزمان ده بسرعة بيسوي بيسوي بيسوي. عم فوزي عم فوزي عم فوزي عم فوزي، صباح الخير عم فوزي. صباح النور يا ابني. يلا لقمة لقمة هنية تكفي 300. نعرف ان انت وحداني في قلب المغاره اللي انت قاعد فيها دي. والله يا ابني بقى لي اسبوع ما اكلتش. انت ولادك خلاص ما بيقولوش يسالوا عليك خالص كده؟ ولا تليفونات ولا اي حاجه؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ادفع بالهنا والشفا. يا زبطي؟ انت بتعمل ايه هنا يا راجل؟ مين اللي قال ايه؟ دي مراتك يا لمبي. يا راجل. مرات انا؟ يا نهار اسود. يا دكتور شواف اسمعني. أبا ما تسمع يا اسطى، انا مش فاهم حاجه من الانجليزي والترانسليشن بتاعك ده. بص انا لما حصل الموقف ده ها وعم فوزي اكد لي انها دي مراتك والمصحف الشريف ان ما كنت مصدق ان دي مراتي، كان اول مره لولا ان انا لميت الموضوع ولميت الربكه اللي حصل في الحكايه يعني. طب الله يخليك، الموضوع ده هيحصل تاني يعني؟ ايه؟ لا بس بسيط هيبقى فيه يعني. لمبي يا لمبي. طب سلام انت بقى يا اسطى، سلام انت. ايه يا نوجع؟ ايه عايز اعيش ولا ايه؟ نسيت ده. ده بتاع ايه ده؟ مش شاركرين يا نوجع؟ يا اخي انت زهقتني وقلبت دماغي، قضيتك دي تيجي ايه جنب القواضي اللي الاستاذ مساكها؟ ده مفيش قضيه، اللهم صل على الاستاذ كده اهو. يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ، صباح الخير يا استاذ يا استاذ. صباح الخير يا استاذ. بطلوا بقى تسول بقى، عايز ايه؟ تسول ايه؟ انا اشرف يا استاذ. انا يعني ايه اشرف؟ لا انزل بقى. غريبه قوي. اوعى الشنطه اوعى الشنطه مش اوعى. انا ولا اعرف عمك مين على كده. يلا ولا اعرف انا باخد. اوعى الشنطه. انا اشرف سكرتيرك. مالك اشرف؟ ايه اشرف سكرتيرك مالك؟ والله مؤاخذه اشرف. ازاي؟ الحمد لله اشرف. انت خضتني. معلش معلش، اصل انا الايام دي عمال انسى شويه حاجات كده، فرحت للدكتور فاداني دواء، فظهر الدواء ده فيه منسيات. يا حبيبي الف سلامه عليك. الله يخليك. احنا اوعى. خلاص خلاص افتكرتك. احنا بقى هنا جايين ليه؟ عشان قضيه. عشان قضيه انهون فيها؟ لا لا ما تقلقش، قضيه جديده. المصحف؟ ما تخافش، انا مكلم الاستاذ رافع المحامي، هو اللي هيترفع في المحكمه. ولا رافع المحامي ولا شاد المحامي، انا اللي هترفع. نعم؟ أنا اللي هقف في ساحة الفضاء العالي وأقوم بالمرافعات. يا ريت، إيه اللي غير رأيك كده؟ يا ده إحنا ليه عرقنا إحنا وشقانا يروحوا لبره؟ مش إحنا عرقنا إحنا أولى بيه؟
بدل ما تاخد 20 جنيه في ايدك مني كحيانه تروح قافش مني المياله وابنك اللي بيسهل بقى ده رزقه. ابني بيسهل وما بيسهلش انت هتفضحني في الشارع. ما تشوف طب حل. المهم يلا انت قلت لي انت مين؟ خدمتك ام احمد. طب عد يا حاجه واعلن عن قدومي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا اهلا يا اهلا وسهلا بالاستاذ. يا اهلا وسهلا. يا اهلا اتفضل اتفضل يا استاذ. يا اهلا وسهلا اتفضل يا استاذ. الله اكبر الله اكبر. الاستاذ اشرف قال لي ما طولش عليك لانك انت مشغول دايما وقتك مش بتاعك. ده فعلا حاصل عني. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الراجل ده يا عم وايه خارج من حرب الاستنزاف ولا ليه؟ قال لي ايه؟ الله اكبر الله اكبر. حسيت ان لسه نازل من على خط ابو الليف. المتر بيزهق. شيء عادي يا عزب. في بدايه الموضوع نتعرف بالاسم ايه؟ معزوبك بيومي. طب حاج بيومي ايه نوع القضيه؟ ابني متهم في قضيه اغتصاب. ومين اللي اغتصبه؟ لا يعني ايوه ما انا فاهم يعني هو يعني في الاغتصاب ده حد اتحمرش بيه؟ يعني كان اغتصام وحمرشة وتحمرشوا دي ولا هو يعني اتحمرشوا دي كده بس وكده؟ لا ابني متهم في قضية اغتصام. هو متهمينه في قضية اغتصام. وهل ذلك حصل فعلا جدا؟ لا ده الأكبر ابني برقبتي. ده دور عاملاه البنت وأهلها طمعانين في العز اللي أنا فيه. عارف موقف الميكروباص اللي أنا فيه ده كله بتاعي. ايه البنت دي اسمها ايه اللي رنا بلاها عليه؟ نبيلة الحايح. رباعي يا حاج لو سمحت. نبيلة الحايح بهنسي جوهر. في نبيلة الحايح بهنسة جوهر عندها 67 سنة ومتجوزة 7 مرات ورمت جوازها من البلكونة. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه يا أشرف؟ أنت اللي إيه؟ أنت اللي إيه؟ اللهم صل على حضرة النبي. أنت جبت المعلومات دي منين؟ أما بقى نبيلة الحايح اللي عليها العين والليلي دي ساكنة في 17 شارع السكاكيني الدور الخامس. مش سامعك كويس. بطل وشوش. ما انت بتتوشوش مش سامع خير. ايه بتقول ايه؟ هكلمك بعدين. يلا باي. ارجو حاجة ان انا ما كنتش قطعت عليكم حموم الجماعي اللي انتوا فيه ده. لا يا ابني.